تعبانة ايه؟ كتير بس جعانة كتير. دخيلك يا ماما، وين الأكل؟ يلا حبيبتي ها وصلوا. شو عاملة؟ هلا بتشوفي. طيبين؟ كتير. كويكلي. ثانك يو. الحقيقة أنا برأيي ما بيصير يتقدم الأكل برا غرفة الأكل. معليش ملك، بس اليوم لونا حبيبتي جاية تعبانة. خلص ثانك يو. شو خبريني كيف كان اول نهار بالشغل؟ لا 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 عن جد ما بقدر اخبركم. الكل دقيقة ضيف وشخصيه وبي ار، والكل يجي يقول لي حرام انت تكوني برا ريسبشن، شو هالستاجير الحلوه والمهضومه. حتى المدير عيط لي على جنب قال لي انت ما بدك تدريب، انت حرام تكوني هون، لازم تدرب استاجيرات الجداد. عن جد عم تحكي؟ خي خي. لا بتعرفي مامي، اهم شيء هلا تركزي على الريسبشن، بعدين بس يثبتوكي كل حادث له حديث. انه ليه يعني ما بتامني فيي؟ مش معبيت لك عينك ماما؟ ليه بتحبي تكسري لي جوانحي دخلك؟ ولو حبيبتي كيف بتقولي هيك؟ حياتي انت. انا بيهمني بنتي تحط عقلها براسها وتكون راكزه. يي ماما الله يوفقك بليز. قال بدي سكربينه جديده، قال لازم تكون كعبه قوطه وهيك، لازم تكون قرطه. بليز بليز جو فو دو لارجون. حبيبتي انت ما بدك كل هالبليز يا مامي، تكرم عينك، اهم شيء تكوني مرتاحه. هلا بس يو عبابي بتطلبي منه، لان انا ما عم بيحكي معي، ما بعرف شو صاير له بهالايام. ضياع هيك حلوه وجديده يعني. اي اكيد حبيبتي انت. لا انت مش راح تحلي عني، لا تشغطيني لحتى تجننيني. وقعدي عم تاكلي ومسكتني مثل البنايه مين كمان؟ هلا بعده حكيني السيد احسن، واللي عملت 100,000 واسطه حتى دبرناكي بهالاوتيل، بامي بيشحطوكي من اول نهار. لك فهميني شو بدك قولي لي، انت بدك تحطي عقلك براسي. واللي مش رح تحلي عني الا لتموتيني انت. شو اللي عامل؟ شو هالمسخره هاي؟ انه كل هالاملاك والفيلا واضرب واطرح بعتينا على شقفه اوتيل؟ ليكي ماما فيكي توقفي نق شوي لانه راسي رح يبج. اذا هي الحقيره ماريا مفكره حالها رح تقلاني من بيتي بتكون كثير غلطانه. انا ابعد من هون ما رح اروح، وبكره بدنا نشوف مين بده يتقلع بالاخر. اذا ما بخليهم يندموا على اللي عملوه ما بكون انا ميرا. هي بنتي اللي ربيتها، وحيت الله ما حدا بيحبني بهالبيت، ما حدا، بس بدكم توقفوا بوجه كلكم. انت شو عم تعملي هون؟ فلي من وجهي احسن ليك. لونا اهديه ماما. ما بدي اهدى، ما سمعتي شو قال؟ رح صدق واحد غريب ما بيصدقني انا بنته. والله شو كان بدي كان اقول له للزلمه يعني؟ انه انت واحد كذاب وبنتي ما في اصدق منها؟ هيك لازم تقول له. لونا هلا فهميني، انت وين كنت اليوم؟ وين بدي اكون يعني؟ وين بدي اكون؟ لك حبيبتي انت تقلعتي من الصبح، ولكان بعضهم ما لحقوا يكتبوا لك اسمك ويعملوا لك ملف، كنت مفرجيتهم اخلاقك العاليه ومشحوطه. يا جماعه طب روقوا شوي روقوا شوي. بابا بلكي عن جد انه حاطين حطاطه، بلكي ما عملت شيء. مش بلكي نايا، عن جد انا ما عملت شيء، ما عملت شيء، ما بعرف ليش شحطوني. اصلا ما شحطوني، انا كملت دوام عادي وكان كل شيء عادي، هن ما بعرف شو صار لهم. بس بنكي فيكم كلكم من بكره ما بعرف روح على الاوتيل ولا شوف المدير اللئيم. مبسوط هيك بابا؟ مبسوط؟ دمرت لي مستقبلي كله من وراك. خلاص